استمرارا لسلسلة الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على برامجها التأهيلية والرعاية المقدمة للنزلاء، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بدر وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن زيارات يقوم بها المجلس لهذه المراكز لمشاهدة نظم الإصلاح والتأهيل الحديثة والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويأتي في مقدمتها الحق في الرعاية الصحية والتي يوفرها المركز للنزلاء بالمركز الطبي المتطور داخله والمجهز بكافة التقنيات التي أشاد بها أعضاء الوفد بعد متابعتهم لحالة النزلاء الصحية داخله والرعاية المقدمة لهم. بيستمر الانبهار بتاعي بمراكز التأهيل والإصلاح الجديدة، يعني يمكن زرت قبل كده عدة مراكز من المراكز الجديدة اللي بنشوفه النهاردة، ده شيء يعني غير عادي، يعتبر يعني تغير كبير جداً في الفلسفة العقابية اللي بتتبعها وزارة الداخلية من خلال تغيير المسمى وتغيير المحتوى. وجود قسم خاص اسمه مركز صحة المرأة خاص بالكشف المبكر عن بعض الأمراض الخاصة بالنساء تحديداً، وبصراحة وجدنا أجهزة للأشعة متقدمة جداً. انتقل الوفد إلى مبنى التأهيل والحضانة حيث اطلعوا على منتجات النزيلات من مختلف الحرف اليدوية التي أتقنوها داخل المركز في إطار برامج التأهيل والإصلاح المطبقة والتي يشرف عليها خبراء ومختصون لتنمية مهاراتهم الحرفية والتعليمية وكذلك الفنية. هناك نقلة نوعية غير مسبوقة في أماكن الاحتجاز في مصر، بتضاهي كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية اللي وقعت عليها الدولة المصرية، والهدف النبيل فيها هو المواطن المصري، وفلسفة الإدارة في هذا الشأن هو عدم معاقبة النزيل مرتين، يكفي عقابه اللي أصدرته المحكمة. سعيدة أن أنا شاركت النهاردة وشفت على أرض الواقع كل التجهيزات اللي بتتعمل، كل الأجهزة الجديدة والحديثة اللي متقدمة لكل النزلة، فحقيقي حاجة مشرفة جدا للبلد. واطلع الوفد على الرعاية المقدمة للنزيلات وأطفالهن داخل الحضانة. شملت الزيارة مشاهدة الرعاية المعيشية المقدمة للنزلاء وكذا مبنى التعليم الفني والتأهيل للنزلاء، فهنا يتم إكسابهم حرفة تساعدهم على سرعة الاندماج في المجتمع وبداية حياة جديدة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان مع الاهتمام بالتعليم لتصحيح المسارات الفكرية وسلوكيات النزلاء لرفع مستواهم التعليمي والثقافي. شفنا النهاردة تجربة جيدة جداً لمركز إصلاح والتأهيل في مدينة بدر اللي بنشوف فيه التنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للاحتجاز في مصر، وإنه في بالتأكيد فلسفة عقابية جديدة. هذا المكان يعتبر بمثابة تطبيق للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهذا ما دايما يشير إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. زيارات أثبتت مدى ما تتمتع به مراكز الإصلاح والتأهيل من إمكانيات وقدرات لوجستية وبرامج اجتماعية وتأهيلية لتأهيل النزلاء وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وأعلى المعايير الدولية في مجال السياسة العقابية، بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع.